السلام عليكم مشاهدين، كيف دايرين؟ نتمنى كلكم تكونوا في احسن الاحوال ديالكم. مرحبا بكم في فيديو جديد تاع سلو اليوم. كيف كتعرفوا جاي عندنا رمضان، كل واحد وتاي ينزل الفيديو ديال الطريقه ديالو، حتى انا حبيت ننزل الطريقه ديالي. بسم الله على بركه الله، غادي نبدا معاكم تندير في سلو ديالي. انا ها هو وجدت كل شيء، غادي نخلي لكم الطريقه ديال بعض الحوايج، وبعض الحوايج راه سهله، وبعض المسائل حبيت ننزل الطريقه ديالها، بحال اللوز في التحمار، بحال هاد الدقيق انا درت الهول ويت. بالنسبه للاخوات والاخوه اللي في امريكا حبيت ندير الهول ويت، احسن من الفورس، صحي. درت حوالي كيلو ونصف، وحبيت نحمرهم في هذا التوزاج، من الاحسن الى عندنا موفرين. ودرت حوالي نصف كيلو تاع هذا الشوفان الاوتس، ودرت حوالي كيلو ونصف تاع زلجلان، عفوا تاع اللوز. هاد النصف مطحون بالجلوف ديالو، غير محمر ومطحون، حتى هو حمرتو في الفران. وهاد الكيلو تاع اللوز الاخر سلقتو وحيدت ليه القشرة وطحنتو. انا غارجع معكم واحد شوية اللور، تشوفوا المراحل تاع الخدمة. مهم، هذا هو الدقيق الهول ويت اللي تنستعمل، هذه هي المارك. اتنك في البلدان الاخرى راتي الشعير، دقيق الشعير ولا دقيق الزرع. مهم المشاهد اللي في امريكا، هاد النوع راه زوين، غنجربه. هذا هو اللوز ديالي، دهنتو بيديا ودرتو في الفران، ومره مره تنبقاو نحمر، تنبقى نحرك وتيتحمر غير من الفوق، تنجعل عليه الفران من الفوق. من الأحسن، هذه أفضل طريقة من القلي في الزيت المائدة. شفتوا البنات؟ هذا هو الشكل النهائي اللي تتحمر في الفران، من الأحسن نحمره في الفران. كيف قلت لكم، غير دهنت إيدي بالزبدة ودوزته من إيدي كامل، إيدي بجوج، وبقيت بحال هكا. سمعتوا كله مقرمش. اوكي، ندوزو الخطوة الأخرى. نتمنى كلكم ان شاء الله راه تحمرتو الفران ماشي بحال قليت الزيت، راه حتى برد المشاهدين عاد غادي نتحمرهم. هذه حبة حلاوة البلدية والرومية، دوزتهم غير في المقلة، اي واحد شوي بحال الزنجلان تا هو دوزتو غير في المقلة، والشوفان اكسكيوز مي، هذا
هذيك هي النوعية تاع الشوفة اللي تنستعمل، سميتو كويك اوت، موجود حتى في اوروبا. حمرته شوية حتى يبان لكم خدا واحد اللون بني، وسهل هو في الطحين، واخا بلا تحمر سهل في الطحين. هذا اللوز الاخر اللي خليته بجلوف، حتى هو حمرته غير في الفران وطحنته بجلوفه كيف كتشوفوا في الطحين. ما نفورسيوش على الروبو اللي عندنا، غي شويه بشويه، غي حفينه بحفينه. هذا الشوفان تيولي غبره خفيف، هو ضغط يطحن الشوفان. مشكله في اللوز اللي تيعصى، قاصح تقساح. اوكي، وتنغربلو كل شيء، تنغربلو باش ما يبقاوش عندنا هذوك الحبيبات في السلو ديالنا. هذه حبه حلاوه البلديه والروميه. هذا شويه تاع اللوز خليته للتزيين، هذه معلقه كبيره تاع القرفه، وهذا زلزلان حوالي نصف كيلو. وعندي تما كيف كتشوفوا عندي زيت أرغان، وعندي العسل، وعندي الزيت البلديه، وهذاك النوع تاع العسل اللي تنستعمل بالنسبه للمشاهدين اللي في امريكا. هذاك هو نوع العسل اللي تنستعمل هنا. ونبداو على بركه الله في الخليط ديالنا. كل شيء غادي ندوزوه من هذا الغربال. دوزت الشوفان، ودوزت حبة حلاوة البلدية والرومية واللوز، دوزتهم من الغربال. حقاش هذيك المسائل خاصني طاحنة خاصني نطحنها هذيك الساعة. ودابا غادي ندوزو الدقيق ديالنا. حقاش الدقيق حمرتو يومين هذي، وملي تيبقى هكاك تا هو تيوليو فيه هذوك الحجيرات، خاصنا نعاودو نحلوهم. صعيب يتحلو لينا مني نديرو عليهم الزيت والعسل. وت عندي إضافة بالنسبة للناس اللي بغاو يزيدو سكر ثقيل، من الأحسن يزيدو السكر البني، هو راه أحسن من السكر الأبيض. واللي عندهم توفر عندهم زيت أرغان يديروا زيت أرغان كيف كتشوفوا. هذا كرا زيت هذا الزنجلان، وهذا اللوز
محمر بقشوره، هذا اللوز الآخر اللي مقشر ومحمر في الفران، هذه حبة حلاوة البلدية والرومية، معلقة القرفة، والشوفان، وما تنساوش قبيصة الملحة. ودابا نخلطوا المقادير ديالنا مزيان، نواشف، وعاد نزيدوا السوائل. عندي هاد اللعيبة تتعاوني في التخلاط، من بعد ما خلطنا النواشف ديالنا مزيان بسم الله نزيدو دابا السوائل. هذا هو زيت أركان البنات، هذا واحد شويه العسل، هذه هي المارك، هذا كان عندي في واحد القرعة عرفت راسي غادي نبقى مدابزة معاه، خويته في كاس باش نسهل ما يكونش الفيديو طويل. دابا نزيدو زيت البلدية، السوائل على حسب الخليط، نزيدو شوي بشوي تنخلطو نخلطو نخلطو، نشوفو دابا العجينة أو تنبقاو نخلطو ندخلو كاع النواشف تما. اوكي ندوقو تاني تا الحلاوة، ندوقو الى خاصنا العسل نزيدو الى عندنا العسل، الى ما عندناش العسل نديرو السكر البني، هذا عندي اللايت براون شوغر، من الاحسن نديرو السكر البني ولا موجود كاع الدول. اوكي انا غادي نخلط مزيان ونعاود نرجع معكم. هذا هو الشكل النهائي مشاهدين، ملي تيتكبد بحال هكا صافي تصمين كل شيء يشرب السوائل. وديما يكون عندنا واحد الزليفه بحال هكا موجوده مره مره، واخا كل اسبوع في رمضان نوجدوا واحد البواطه تاع اللوز ونخليوها. انا عدت معكم المشاهدين بعد ما جمعت قصريتي وجمعت طباسلي وزينته، تنقدمه لكم بصحه وراحه.
هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالي. نتمنى المشاهدين يدخلوا الشوفان والهول ويت الشعير ولا دقيق الشعير ولا دقيق الزرع في السلو ديالهم، وتنقدموا لكم بصحة وراحة. تنتمنى المشاهدين الجدد اللي باقي ما فعلوش الجرس يفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد، وتنتمنى لكم شهر رمضان مبارك، وكثروا من سلورة فيه فوائد عديدة تعاونك النهار كله. مع كاس تاع اتاي، ومع السلامة، إلى فيديو آخر إن شاء الله.